مرحبا بكم في فيديو جديد، والذي سنتحدث فيه عن مستحضرات تيجالي للعناية بالبشرة. وقبل كل شيء أريد أن أشير أن هذا الفيديو ليس مدفوع، هو فقط رأيي الشخصي. وتعتبر تيجالي أفضل مستحضرات للعناية بالبشرة في العالم. وكما ترون هذا هو الصندوق، وهو مستوى 3، فيه بطاقة الترحيب وتعليمات الاستعمال، حيث تجد فيه هذه البطاقة متى وكيف تستخدم هذه المستحضرات. وهذا ما يميز شركة تيجالي. وداخل هذا الصندوق ستجد 6 مستحضرات مختلفة. تجد غسول الوجه تستعمله مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في الليل. وتجد فرك للبشرة تستعمله مرتين في الأسبوع في الصباح بعد الغسول، وسيروم لتثبيت الوجه ومحاربة التجاعيد، وكريم عيون للتخلص من التجاعيد أيضا، ومرطب صباحي يحتوي على واقي شمسي SPF 20، وآخر شيء هو مرطب الليل. وفي صندوق المستوى الثاني تحصل على كل هذه الأشياء باستثناء السيروم. وفي المستوى الأول تحصل على الأساسيات، وهي الغسول والفرك والمرطب الصباحي والمرطب الليلي. إذن ما عليك سوى أن تختار المستوى الذي تريد أن تبدأ به، وسيصلك الصندوق إلى باب منزلك كل شهر، ويمكنك إلغاء الخدمة متى أردت ذلك. والشيء الرائع في هذا المنتوج وهو أنه خالي من الرائحة، حيث أنه يحتوي فقط على رائحة المكونات الطبيعية عكس الكثير من المنتوجات. ومن خلال استعمالي لهذا المنتوج تبين لي أنه أفضل منتوج للعناية بالبشرة في العالم. وقد وضعت لكم تحت الفيديو رابط موقع الشركة لمن أراد الحصول على المنتوج. هذا كل ما يخص فيديو اليوم، لا تنسوا التعليقات والاشتراكات. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.